ابتسموا واضحكوا، الدنيا ما تسوى، وابتسموا واضحكوا بما يرضي الله وبطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ما أريد أنا واحد عبوسا ولا متشددا ولا غاليا. ما قال غير الجافي ولا الغالي فيه، غير الجافي ولا الغالي فيه بالحديث. كان احنا سوينا دورة بالأربعون القرآنية، الله تعالى يرضى عنكم. خلي الناس لما تشوفك تحس انه يقول لك الله الدنيا بخير، الله. من واحد يشوف المسلم يرتاح يقول لك والله هو هذا، يريح النفوس، هو جايك تعبان. فالله يرضى عنكم، ما دام انك لا تعصي الله فانت على خير عظيم. فاضحك وابتسم، زين، ما انه 24 ساعه منكتين ومعبسين ومنعبس على الدنيا كلها. الله يرضى عنكم، فرفحوا قلوبكم شويه، ترى ما يصير. زين، ما عندي شيء اليوم احكي لكم اياه، غير بس شغله واحده. كلمني رجل صديق لي مقيم في امريكا، كنا اثناء الدراسه في سنه 91 92 93 ندرس في نفس الجامعه، الا انه هو بيولوجي كليه العلوم وانا بيولوجي تربيه. فبارحة كلمني هو، احنا بنفس العمر، مواليد 71، يعني الان احنا صار عمرنا 75 سنة. فالبارحة كلمني قال لي انا ضايج، طالع روحي، منزعج جدا. قلت له ليش؟ الله يرضى عنك، بس قل لي مالك. قال كل ما اريد احفظ صفحة انساها ثاني يوم، كل ما احفظ صفحة انساها ثاني يوم، وما عاد اقدر انا اتجاوز. قال حتى انه بدأت في نفسي اقول بين نفسي، وقلته لزوجتي، قلت انا لا اغبط الذين يحفظون القرآن كاملا، بل الان بدت اغبط من يحفظ البقرة فقط لوحدها، وانا منذ سنين وانا اعاني حتى بس احفظ البقرة، حتى اكمل حفظ آل عمران، لكي تأتي كغيايتان أو غمامتان أو غيابتان أستظل بظلهما يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى وظل عرش الله سبحانه وتعالى. فقال ماذا أفعل؟ الله يرضى عنك. كان متألم، كان عم يجع قلبه، خلي شوية أحكي لكم مصلاوي أيضا، وكان تعبان. زين، فقال لي إيش أعمل أنا؟ قلت له تعرف أنت ليش؟ وانتبهوا أيضا أنتم اللي عتابعوني الآن، ممكن فيكم من يتعرض لهذا الأمر. أحفظ وحفظت الآن، ثاني يوم أريد أراجعها، مثلا هذه الصفحة اللي هي قراها الآن أبو رايد 121، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذه أنا حفظتها كملتها، وقبل ما أنه أغلق المصحف قلتها تمام الصفحة كلها وما عندي أي مشكلة. لكنه ثاني يوم الصبح أنا ناسي هاي الصفحة، وهذا ألم، ألم لما يكون مع القرآن. طبعا لما يكون أنت تحفظ شيء بالدنيا لكي تروح تمتحن أنت تتألم، فكيف مع كلام الله عز وجل؟ فيقوم الإنسان يحس ماذا؟ يحس أنه يقول لك والله العظيم أنا لأنني مذنب ولأنني عاصي ولأنني ما خوش إنسان ولأنني ولأنني ولأنني، الله سبحانه وتعالى ما يريدني أنه أنا أحفظ القرآن الكريم، ولا أنه أنا يبقى القرآن في صدري، يعني أحفظ اليوم وباكر أنسى اللي حفظته البارحة، اليوم أنا نسيته. قلت له هون عليك، الله تعالى يرضى عنك، هون عليك. قال لي احكي. فحكيت له التالي، وهذا أيضا أوجهه لحضراتكم، الله يبارك فيكم. احنا كبشر عايشين بهذه الدنيا، الدنيا أخذتنا تريدون ما تريدون، أخذتنا بإيش؟ أخذتنا. كثير من عندكم الآن لديه زوجة أولاد، أو بالعكس لديها زوج وأولاد، وقد تكون موظفة وتشتغل، وبدأت متطلبات الحياة تضغط علينا بكل النواحي بكل التفاصيل. ما المسألة ما صارت بس أكل وشرب، صار عندي تدريس، وصار عندي شهادة، وصار عندي أحسن مدرسة، وبعد ما أريد أودي على المدرسة الفلانية ما تدريسهم زين، فلازم أنا أدفع أقساط في المدرسة التي هي ممكن أنه تنفع أولادي، وأنا أشتغل 12 ساعة باليوم إلى 14 ساعة، وأكناس 16 ساعة باليوم، ويومي كله مزدحم، وأفكار متلاطمة في راسي، مصاريف البيت، مصاريف فواتير الكهرباء، الانترنت، الغاز، الماء، الأكل، الشرب، الملابس، المدارس، الأقساط، وتريد وانت بهذا الدماغ كله، الله يرضى عنكم، انتبهوا، تريد بهذا الدماغ كله وهذا الازدحام اللي جوا راسك، وتريد انه تجي وانت تحفظ. نعم انت حفظت بالبداية، انت صفيت ذهنك لمدة 5 دقائق وقدرت ان تحفظها، لكنه ما عندك تركيز،
ليش؟ تركيزك أنت بالأمور الحياتية، وين عايش؟ وهو طبعا قلت لكم أنه عايش هو في أمريكا، ويقول والله بديت أخاف أنه أولادي وكذا، وإحنا عايشين في جو ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وأريد أحافظ على أولادي. فمحاط بالهموم من كل جانب. تتوقعون من هذا الإنسان المحاط بالهموم أنه يجي ويحفظ، وتريدون أنه بعد ما يحفظ أنه يتذكر اللي حفظه ثاني يوم؟ لا، هذه حقيقة. ليش؟ أنا في يوم من الأيام حكيت لكم أن تركز لمدة نصف ساعة وتحفظ خير لك من أنه أنت تجلس مع القرآن سبع ساعات وأنت غير مركز. يعني التركيز الحل، ما الحل؟ أنه المصائب كثيرة. الحل أنه يا لطيفة قليل الحل، هذا الرجل يفكر بأنه أنا وراي التزامات، وراي إيجار، وراي كذا، هو قاعد هناك، هو ما عنده بيت ملك، هو قاعد إيجار، يدفع إيجار للبيت، فهذا يعرف أنه واحد بالشهر لازم يدفع الإيجار، وعنده أقساط حتى الأولاد يعني يدرسون. فمنين يجيب هذا التركيز، ومنين يطلع من هذا الازدحام اللي براسه؟ أنا لما حفظت القرآن الكريم حفظت في تقريباً سنتين إلا، يعني سنة وثمانة شهور، أنا اعتزلت العالم، اعتكفت في البيت. الله يبارك فيكم. أنا اعتكفت لأنه ليش؟ تعرفون أنا حكيت لكم البارحة، تتذكرون أخفى سقف التوقعات، وأنه العلاقات المسموم، وأحكي لكم دائما كثير. ليش؟ لأنه أنتم كلكم ناس حساسين. ترى المسلم أكبر إنسان حساس في الدنيا. المسلم إنسان عاطفي، قلبه مليان عاطفة وقلبه مليان رحمة. لا تريدون ما تريدون، أي مسلم والله، وأزيدكم من الشعر بيت، المسلم الزاني والمسلم الشارب الخمر عنده حنية أكثر من المسلم اللي يعبد رب العالمين. لا أعمم، لكنه أنا شفته بحياتي. روح على مسلم شارب الخمر لأنه يحس في نفسه نقص، قلوا ترى أكو عائلة وأرملة ومسكينة محتاجين إلى عملية بألفين دولار، يشيل لك الألفين دولار ويعطيك إياها مباشرة. ليش؟ يحس عنده نقص، بس يريد يرمم هذا النقص بأي عبادة فيها صدقة فيها أي شيء حتى يصلح ما بينه وبين رب العالمين. مع العلم أنه هذا الإنسان هو ظالم لنفسه، يعني هذا موجود به أمور، يعني أكو ذنب وسيئة. الذنب ما كان بينك وبين الله، والسيئة التي قمت بها تجاه أحد من خلقه، أسأت إلى أحد من خلقه، فالذنب بينك وبين الله ممكن أن يغفره الله، لأنه عائد لله وذاته العلية، وهو المتفضل الرحمن الرحيم الكريم الجواد. ولكن السيئة، أنا أسأت إلى فلان بشخصه بسيئة معينة لا أتحلل منها ولا يغفر الله لي حتى أنه ذلك الشخص يعفو عني. لا الله يتنازل عن حقه ولا يتنازل عن حق عباده. الله أكبر. زين، فالله يبارك فيكم. المسألة ازدحام. هذا الازدحام شلون تتخلص منه؟ ما أعرف، لأنه صار عنده متطلبات كثير، لازم تخفض سقف المتطلبات مالك، لأنه لازم ابنك يدرس بأحسن مدرسة، ولازم بناتك تدرس بأحسن مدرسة، وممكن أن تجيب لهم مدرسين، لأنه والله المدرسين في المدارس الآن ما يحللون ويحرمون رواتبهم، ما يدرسون مضبوط، فيجبرون الطلاب أن يعطوهم دروس خصوصية، فلازم ندفع أيضا، لازم نوفر همينة أيضا فلوس الدروس الخصوصية. الله يرضى عنكم. هذا الأب وهذا الأم اللي عايشين بهاي الطريقة، ما تقولوا لي شلون تريدون من عندهم لما يجي بعد يقول لك أنا تعال أحفظ أو تعال سوي. ازدحام. فأنت بترجع لازم تقول والله خفف سقف الطلبات مالك، عيش حياتك بصورة طبيعية، يكفيك خبز وشاي زي ما عملوا تحكيها. من تحكي مع واحد يقول لك شنو خبز وشاي؟ أنت تأكل خبز وشاي؟ ما هي هنا النقطة، أنه ما تقدر أنت، هذه الناس عاشت على طريقة معينة، ما تقدر بعد تغير هذه الطريقة، وعلموا أولادهم على طريقة معينة، ما يقدرون بعد يخفضون من سقف المتطلبات مالتهم وبالنسبة لهم لأولادهم. يعني أنا إيش أسوي؟ فتريد بهذا الرأس المزدحم أنه أنت ما تنسى؟ لا طبعا تنسى. ولهذا كان أكو شغلة اسمها، الله تعالى يرضى عنكم، التفرغ لهذه الأمور. ولهذا قالوا الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. عرفتم الآن؟ حتى أنا رباط الأمر كله، والله يبارك فيكم. ليش كالنقش على الحجر؟ هذا ايش عنده؟ ياكل يشرب يلعب ينام، ياكل يشرب يلعب ينام، ياكل يشرب يلعب ينام. ما له على لا مسؤوليه ولا التزام ولا تربيه ولا من يسدد فواتير الطفل.
متونس. هذا عبد الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا غلبني، وأنا فاتتني، أنا قلت المغرب العربي ما قلت المغرب، لو قلت المغرب لفهم عبد الرحمن بأنه قصدت المغرب، لكنه أنا فاتتني قلت المغرب العربي، فهو سكت. قلت لماذا لم تقل من الجزائر؟ قال الجزائر من المغرب العربي. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما عنده هذا الطفل، ما عنده شيء في داخله، عنده أن يسمع القرآن. وشفتم كيف أنهم أن لما تعمدت أن أقول له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ماذا تفعل؟ أطيع والدي وماذا أرحمهما عندك لما أنا يكبرون عندي أنا أرحمهم. طفل صغير عمره 9 سنوات. فالبارحة هو الرجل بعد هذا الكلام قال والله العظيم كنت ألوم نفسي، وأنا وين رايح، وأنا حتى كاد أن يهلك نفسه من هذه. الإنسان بعض المرات من كثرة الملامة النفسية يجلد نفسه، جايب هالصياط ويجلد نفسه. ما هذا الإنسان قد يؤدي به بعض المرات إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. فلازم أنت دائما تخلي أبواب الرحمة مفتوحة، ورحمة الله سبحانه وتعالى موجودة بأنه أنت تعال الآن. شنو الحل؟ قالت لطيفة ما هو الحل؟ الحل أنه الآن ما عاد تقدر تحفظ. وهل هو حفظ القرآن واجب؟ لا، ليس بواجب. إذا قام به العدد المتواتر من الأمة وحفظ القرآن خلص سقط الإثم عن الباقي. هذا هو فرض كفاية، قام البعض حفظه وليس بواجب. لكنه هنالك أمور واجبة في الدين، واجبة في الشرع الإسلامي. فممكن أن تتوجه بانشغالاتك وازدحامك هذا الكبير، أو أن تتوجه على ثغر آخر من ثغور الإسلام، ثغر الصدقات، ثغر العمل الصالح، أن تعين الناس الفقراء، أي شيء موجود أنه أنت تقدر تسويه. عرفتم؟ فالله يبارك فيكم، يعني هونوا على أنفسكم ولا تجلدوا أنفسكم بصياد عظيمة جدا ما حد يتحملها. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس، انتبهوا، كثير من الناس حفظوا القرآن لكنه لم يعملوا به، وكان وبالا عليهم يوم القيامة، وأن سعر بهم نار جهنم. وكثير من الناس لا يحفظون من القرآن شيئا ولكنهم عملوا بما فيه وكانوا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. نقطة، انتهى. بس إذا عندكم شيء آخر أنا أسمع من عندكم، وجزاكم الله عني كل خير.